تزامنا مع تصاعد مخاطر حروب المعلومات والتهديدات التي تستهدف شبكات البنية التحتية الحرجة وما لها من أثار وخيمة على الأمن القومي للدول، انعقد المؤتمر الأول لأمن وحماية أنظمة التحكم الصناعي بجمهورية مصر العربية برعاية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. المؤتمر يعقد لأول مرة في مصر، مؤتمر لأمن وسلامة أنظمة التحكم الصناعي. طبعا أنظمة التحكم الصناعي اللي بنسميها critical infrastructure دي اللي بتخص قطاعات البنية التحتية الحرجة زي الكهرباء والمية والبترول. طبعا أنظمة التحكم الصناعي فيه خطورة وفيه تهديدات كبيرة جدا بتحصل عليها في جميع أنحاء العالم، فإحنا عملنا المؤتمر ده وشارك معنا مجموعة من الخبراء الأجانب عشان ننقل النولج دي لمصر. مؤتمر بيجمع المتخصصين، بيجمع الخبراء، في شركة كبيرة عالمية تشتغل في المجال ده جاية وتشوف بتعرض الحلول الموجودة عندها. مهم جدا يعني المتخصصين في مصر يطلعوا عليها في كل المجالات، زي ما بقول ده في أغلب القطاعات اللي فيها استخدام لتكنولوجيا المعلومات في التحكم بتبقى في عرضة لهذه الهجمات وعرضة لأنها تتعرض لإعاقة الخدمة أو التوقف، وبالتالي اننا في استعداد مسبق. ده مهم جدا. رفع الوعي بالمخاطر المحيطة بأنظمة التحكم الصناعي بجمهورية مصر العربية كان هدف انعقاد هذا المؤتمر لمناقشة سبل حماية قطاعات الأعمال مثل الكهرباء والبترول والنقل ومحطات ضخ المياه. سعيد لوجودي هنا لعرض خبراتنا وآخر ما توصلنا إليه في مجال حماية أنظمة المعلومات بهذه القمة المنعقدة بمصر، فنعمل على أن نجلب إلى السوق المصري آخر اكتشافاتنا والمستقبل الذي نطمح إليه والذي سيوفر حماية أكبر للشركات والقطاعات الضخمة مثل الكهرباء والبترول، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع المؤشرات الاقتصادية وسيسهم في استمرار عمل هذه القطاعات بالشكل المطلوب. الناس برضو فاهمة أن قصة الأمن المعلومات أو السايبر سيكيورتي هي بس أن احنا نجيب أنتي فيروس أو فاير وول أو كده، الموضوع أكبر من كده بكتير. الموضوع أن احنا لازم عندنا سياسات، لازم عندنا بوليسي إجراءات، لازم عندنا تريننج تدريب، لازم عندنا إدارة المخاطر، إدارة الحوكمة، كل دي حاجات بتساعد ان احنا في الاخر يبقى عندنا نظام فعال قوي لامن المعلومات في اي مؤسسه. حلول وتوصيات عديده طرحها هذا المؤتمر لمواجهه احدث التهديدات السبرانيه ومجال امن تكنولوجيا المعلومات والتشغيل، ما يؤدي الى الحد من تاثير المخاطر التكنولوجيه والبشريه على قطاعات وانظمه التحكم الصناعي. مرنا عادل، اونلاين. انا بحضركم مره ثانيه، هتكلم شوية بالبلدي في الفقرة دي ونحاول نشوف احنا ليه بنعمل الفقرة دي. يمكن العالم اصبح مشغول ومهتم جدا بفكرة الامن السيبراني اللي جاي من كلمة سايبر او انترنت يعني بشكل او باخر او الكتروني، وبنسمع بقالنا فترة كبيرة عن هجمات الكترونية او سيبرانية او حرب الكترونية فيما يتعلق باكتر من مستوى. يمكن سمعنا عن هجمات الكترونية ما بين الدول الكبرى احيانا فيما يتعلق مثلا بتدخل في انظمة الانتخابات مثلا زي ما بيحصل ما بين روسيا والولايات المتحدة، أو مثلا على مستوى تاني هجمات إلكترونية فيما يتعلق بإيقاف البنى التحتية وشبكات الكهرباء والطاقة في بعض الدول، وخاصة لما يكون في نزاع أو صراع سياسي زي ما حصل في أوكرانيا مثلا، حصل عليها هجمات إلكترونية أدى لتعطيل شبكة الطاقة والكهرباء فيها. أو أحيانا بيحصل الهجمات دي ما بين الشركات الكبرى في العالم اللي بتتخانق، أو دايما بيكون ما بينها تنافس عالي في التكنولوجيا وغيرها عشان قدرة كل واحدة على إحباط مجهود الأخرى أو إن هي تكون سابقة بخطوة. أو أحيانا في الفن زي شركات كبرى زي مثلا HBO اللي تعرضت برضو لهجمات إلكترونية وأدى لتسريب جزء كبير من محتوى واحدة من أشهر أيضا مسلسلات العالم Game of Thrones أو صراع العروش، طبعا ده على مستوى آخر. المهم أن العالم أصبح مشغول بفكرة الأمن السيبراني، وأصبحت كتير من دول العالم بتتخذ خطوات عشان تحمي أنظمتها. تركيزنا النهاردة بمناسبة انطلاق المؤتمر الأول لأمن وحماية أنظمة التحكم الصناعي بجمهورية مصر العربية، وده تركيز فيه على فكرة حماية أيضا وتأمين البنى التحتية المصرية خاصة في قطاعات الكهرباء والطاقة والمجالات الحيوية اللي ممكن تشتمل أيضا على محطات الطاقة النووية وغيرها. المفروض أنه هذا المؤتمر بيجمع خبراء دوليين كثر وأيضا
مشاركة مجموعة من أجهزة الدولة عشان يكون أيضا في تأمين وضمان لأمن المعلومات في مصر، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصناعية. هيكون معنا في الفقرة دي عشان يوضح لنا الأمور بشكل أوضح ويفكك لنا كده ويشرح لنا العالم رايح فين وإحنا فين من العالم فيما يتعلق بالمنافسة على حماية أمن المعلومات، الدكتور عادل عبد المنعم، أيضا الخبير الدولي وخبير أمن المعلومات. صباح الخير يا فندم. صباح النور، أهلا بحضرتك. سعد صباحك يا دكتور. هل أنا قلت شيء غلط في البداية أو تمام يعني فاهم شوية كده ولا تعبنا على الموضوع؟ لا لا تمام. طيب إحنا خلينا نبقى في صلب الموضوع، يعني زي ما كده حسام قال إن إحنا في عندنا العالم كله بيتصارع على أمن المعلومات دلوقتي، بس يعني إيه إن إحنا يكون عندنا تأمين للبنية التحتية في معلومات أنظمة التحكم الصناعي في المؤسسات الصناعية؟ يعني فكك حل فكك الجملة دي كده ببساطة. اسمحي لي بس في الأول إيضاح كده صغير، إيه الفرق ما بين كلمة أمن سيبراني وكلمة أمن معلومات؟ يمكن كلمة أمن المعلومات مفهومة حتى باللغة الدارجة، إنما الأمن السيبراني هو أمن كل ما هو متصل بالإنترنت. النهاردة لو قلت لحضرتك إن ممكن يحصل اختراق على جهاز تلفزيون ذكي حضرتك مركبه في البيت أو على جهاز ألعاب زي الوي أو الإكس بوكس أو هذه الأنواع من الأجهزة للألعاب الذكية أو على النافيجيشن سيستم أو النظام الخاص بالجي بي إس الخاص بعربية حضرتك أو على نظام تحكم أرضي بيتصل بطيارة، مش إحنا عندنا طيارات من غير طيار؟ تمام؟ هذه المنظومات تدار بالكمبيوتر أو تدار بأنظمة بنسميها باللغة العربية الفصحى محوسبة، يعني حاسبات آلية، لكن هي مش كمبيوتر بالمعنى العادي، هو مش مجرد سيرفر أو بي سي، هو مش موقع إنترنت، هي مش قاعدة بيانات، هو مش نظام بريد إلكتروني، ما هيش المعلومات في صورتها الطبيعية أين كانت وظيفتها، لكن ممكن تكون المعلومة دي عبارة عن معلومات على سبيل المثال مرسلة من أجهزة تحسس لمستوى تلوث الهواء، يعني جهاز مش مهم التفاصيل، احنا قلنا عايزين نبسط للمشاهدين تمام. احنا عندي جهاز راكب بيقيس نسبة التلوث في الهواء، الجهاز ده نقرا نسبة التلوث مثلا 1% 5%، عايز يبعت المعلومة دي هيبعتها عن طريق نظام اتصال معين لمنظومة كمبيوتر. اوكي، في أنظمة بتقرا قراءات معينة وفي أنظمة بتعمل أفعال، زي إن أنا أقدر أتحكم في على ذكر حوادث السكك الحديدية. أوكي، يمكن كان وزير النقل بيتكلم وبيقول إن إحنا عايزين نقلل العامل البشري قدر الاستطاعة لأن معظم الحوادث تأتي من أخطاء بشرية. إيه رأي حضرتك بقى لو المنظومة مدارة بالكامل بأنظمة كمبيوتر؟ في الحالة دي لو استطاع شخص ما إنه يصيب هذه المنظومة بفيروس، ممكن بدل ما يعمل التحويلة يطلع بورسعيدي ومطلعه مثلا في سكة تانية، خدت بال حضرتك؟ فإذا أصبح فكرة الأمن السيبراني هي أمن كل ما هو متصل بالإنترنت وليس فقط أمن المعلومات في صيغتها الطبيعية. طيب نفهم حاجة، السؤال بقى اللي دايما هيطرح نفسه بعد المقدمة دي، وإيه علاقة محطات المترو، بالمناسبة مترو أنفاق في أنظمة تحكم صناعي، أو الكباري اللي بتفتح هيدروليكيا أو إلى آخره، إيه علاقة ده بالإنترنت؟ بيحصل أحيانا أن أنت لا تستطيع مد وصلات اتصال مباشرة من نقطة الجهاز اللي هو الجهاز التحكم الصناعي ده إلى المكان اللي حضرتك فيه، لكن ممكن يسهل أنك توصله بالإنترنت وتتصل أنت بالإنترنت من مكان آخر وتتم الاتصال عبر الإنترنت. المثال الواضح جدا والمتكرر أن معظم الخبراء الدوليين في مجال الأنظمة الصناعية تكلفتهم عالية، حضرتك ممكن تدفع 10,000 دولار في اليوم و20,000 دولار في اليوم عشان تجيب خبير يعمل لك حاجة ويسافر تاني، ده غير السفر والإقامة. فتميل معظم الهيئات والمؤسسات والشركات في العالم كله العمل تعاقد للدعم الفني عن بعد، يعني حضرتك أنا مش محتاج أجيب خبير أجنبي مثلا عشان يعمل لي حاجة في محطة كهرباء، ممكن هو من مكانه أين كان مكانه في العالم يتصل بالإنترنت والمحطة تتصل بالإنترنت ويتم هذا الاتصال. طبعا تؤخذ كل إجراءات التأمين المتوقعة من تشفير معلومات وضمان سرية الاتصال وكذا وكذا، ولكن عندنا قاعدة في أمن المعلومات بتقول ما فيش نظام آمن 100%، فطالما ما فيش نظام آمن 100% إذن في احتمال ولو 1 في 1000 أن يخترق هذا النظام. النقطة بقى أن عشرات الحالات حدثت أوكي، وبالتبعية بيتم اختراق هذه الأنظمة، وبدل ما يدخل الخبير اللي بيعمل فاين تيونينج أو إعدادات أو إدارة للجهاز أو المحطة، محطة كهرباء محطة مية أي حاجة تمام، قد يحدث اختراق لهذه المنظومة وبالتبعية المخترق يتحكم في هذه المنظومة. يقدر يتحكم إلا بإدارتها أو بسرقة معلومات وبيانات منها، تدميرها، سرقة معلومات، تعديل بيانات تمام. يعني في حادثة شهيرة جدا حدثت في سنة 2010، أصيب مفاعل نووي إيراني
بفيروس من هذه الشاكلة. الفيروس كان بيعمل ايه حضرتك؟ الفيروس المفروض ان المفاعل ليه قراءات لدرجة الحرارة والضغط الجوي في المفاعل، كلام متخصص جدا، ولكن الفيروس ده كان دوره ان عند وصول بعض القراءات الخاصة بالضغط الجوي والحرارة وسرعة الطرد المركزي في المفاعل وما الى ذلك، ان هو عند الوصول لدرجة معينة بدل ما يبتدي مثلا الحرارة عاليه بدل ما يخفضها يقوم عند نقطة الحد الاعلى يبتدي يدي امر بالكذب طبعا او بالتضليل انه يعلي درجه الحراره او زاويه الضغط. ده معناه انك بتسعى الى تفجير المفاعل كارثه عن طريق برنامج الكمبيوتر. خدت بال حضرتك النهارده كيف اصبح شكل او وجه الحروب الحديثه؟ انا مش محتاج بقى دلوقتي اضرب بصاروخ ولا اخد قوات دوليه ولا الكلام ده، هو فيروس. اذا استطعت ايصال هذا الفيروس، طبعا كلمه فيروس دي علميا غير دقيقه قوي في الزمن الحالي لان عندنا اصطلاح اكثر تخصصا مالوير. بالظبط، اشكرك. لعب عليك اللي هي بنسميها بالعربي البرمجيات الخبيثه. انا بفك الخط يعني. لا 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 ممتاز. اسم اللي هي البرمجيات الخبيثه. ايه موضوع اللي هي؟ كل ما يتعلق بالاختراق والتدمير وسرقه المعلومات وتعديل البيانات بشكل غير مصرح به او من شخص غير مصرح ليه بالتعديل فيها وهكذا. فده كده انا اسف على المقدمه الطويله، لكن ده يعني ايه انا كده سايبراني وايه علاقه انظمه التحكم الصناعي اللي موجوده في شركات البترول وموجوده في محطات الكهرباء وموجوده في محطات ضخ المياه وموجوده في انظمه التحكم الصناعي وموجوده في المطارات وموجوده في الكباري اللي هي ممكن تتفتح وتقفل وهكذا، وممكن تكون موجوده في اي منظومه في الدنيا حتى اجهزه الاسانسيرات الموجوده اللي ممكن تكون فيها انظمه التحكم الصناعي. فندم والساتلايتس كمان. الساتلايت فيها كوميونيكيشن لكن وارد يكون فيها اجهزه برضو صناعيه حسب الكيس اللي احنا فيه. اوكي. احنا كنا بنشوف ده مثلا في الافلام حسام، ان احنا بنكون مركزين في مشهد معين وبعدين فجاه يجيبوا لك ان مثلا نيويورك كلها ظلمت او اجزاء معينه او كوارترز من المدينه كلها ظلمت وتعطلت فيها الكهرباء، بس ما كناش بنركز على الفكره نفسها لان احنا ما كناش فاهمين اصلا ايه اللي بيحصل. طيب ده معناه برضو انه ان انت حاطط قطاع كبير جدا او بلد او مدينه كبيره جدا حيويه جدا مثلا سهل تخربها، سهل ايقافها، سهل شل الحركه. تمام. هي الشل الالكتروني اقول لحضرتك ببساطه، لو الكهرباء قطعت ايه اللي بيحصل؟ كل حاجه بتقف. طب صح. طيب ده حصل اوريدي في عندنا حصل في اوكرانيا مثلا بعد حصل في اوكرانيا روسيا. وحصل اختراق اولا اوكرانيا تعرضت 3 مرات في خلال سنه واحده لقطع الكهرباء عن قطاع جغرافي كبير من اوكرانيا. اوكرانيا ايضا تعرضت الى شل حركه الملاحه الجويه في مطار اوكرانيا مرتين، يمكن في شهرين او ثلاثه يعني بين المرتين شهرين او ثلاثه. ايران زي ما قلت لك اختراق المفاعل النووي الايراني ومحاوله طبعا يعني تدمير المفاعل، وده ادى الى خروج المفاعل من الخدمه لمده سنه 12 شهر. طبعا المتخصصين انا مش في الطاقه النوويه يقدروا يقولوا كم الخسائر الباهظه اللي تتحملها حضرتك في حاله ان يحصل لك تعطيل لحاجه زي كده. اوكي. هي باختصار ادوات للتخريب، يعني يعني فيروس او برنامج خبيث يصيب منظومه التحكم باوامر ما هي السليمة، فبالتبعية المنظومة تدي أي أوامر غلط. بقول لك ممكن تؤدي لحوادث قطارات، ممكن تؤدي إلى تدمير محطات، ممكن يؤدي إلى تعطيل، إلى سرقة معلومات أو العبث حتى بمعلومات الإعدادات للسيتنجز يعني الخاصة بأي منظومة في الدنيا. بالذات ان الارهابيين دلوقتي بيستخدموا الهاكرز كمان كجزء من دي حقيقه من خططهم، وبرده ده خط يعني انا يمكن كنت بتكلم مع الاعداد لما كنا بنتفق على عبد الهوى على الفقره، وكانوا بيتكلموا على موضوع تفجير انابيب الغاز اللي كان حادث بعد الثوره بشكل مكثف. لا قدر الله النهارده نظريا انت تقدر ان انت تعمل نوع من التعطيل على الاقل لهذه النوعيه من مضخات الغاز وما الى ذلك في حاله ان انت قدرت توصل لمنظومه التحكم الخاصه بيها. عندنا مثال معروف جدا وموثق طبعا، في 2013 تعرضت شركه ارامكو في المملكه العربيه السعوديه، وهي شركه من اكبر الشركات العالميه في هذا المجال لاختراق كان يسعى لهذا الهدف، كان يسعى الى وقف تدفق البترول السعودي الى الخارج. انا يمكن سمعت رقم في هذا الحين واتمنى ما تكونش ذاكره يعني خيناني في الرقم، ان هو انتاج 12 مليون برميل في اليوم، رقم يعني مرعب. اوكي. فانت لما تتخيل ان انت اسواق عالميه ومواني وحركه لوجستيه عملاقه، فيروس يؤدي الى تعطيل كل هذه الامور، فعمليه صعبه جدا طبعا. طيب لا انا شايفه ان الموضوع يعني محتاج حد فيري سبيسيفيك، ويعني مركز كويس قوي ومذاكر كويس قوي، وعندنا الكوادر دي. هل احنا في مصر عندنا هذا الحجم من الكوادر والقدرات البشريه ان احنا نقدر نعمل البنيه التحتيه لامن المعلومات
وكمان في نفس الوقت شبكة حماية من الاختراق، ولا هنضطر ان احنا نحتاج لحد من بره اللي هو اصلا ممكن هو نفسه اللي يجي يكون يعني سارق معلوماتنا؟ سؤال حضرتك ممتاز. هو في حاجتين عايز اتكلم فيهم بدون اي مبالغة واي لغط خارج السياق اللي احنا العلمي اللي احنا بنتكلم فيه. مصر ما قبل 4 أو 5 سنوات سابقا مختلفة عن اخر 5 سنوات. ايه السبب الرئيسي؟ السبب حجم المشروعات والاستثمارات الجديدة اللي حصل يتعلق بالبنية التحتية الحرجة. يعني لما نيجي نبص على مثلا مشكلة زي مشكلة الكهرباء، اعتقد مش من السر، الناس كلها عارفة والعالم كله عارف ان مصر انشأت 3 محطات عملاقة لانتاج الطاقة الكهربائية اللي عملتها شركة سيمنز. اوكي، وهكذا. لما تيجي تعمل محطة كهرباء في سنة 2016 او 2017 اكيد النظم المستخدمة في هذه المحطة هي محدثة بشكل مختلف طبعاً. تماما عن منظومات محطات الكهرباء القديمة اللي بتشتغل بالفحم او الغاز او ما الى ذلك، تمام. وبالتبعية حضرتك النهاردة بنسميها كده فنيا التاك سيرفيس او اللي هو السطح المعرض للاختراق اصبح اكبر. زمان انت ما كانش عندك المشكلة دي لان انظمتك اوفلاين اوكي بشكل ما، لكن النهاردة كل ما بتتطور تكنولوجيا، احنا دلوقتي عندنا الشمول المالي وفكرة الدفع الالكتروني والدولة بتتجه نحو مفهوم ان في مجلس اعلى للتحول الرقمي عشان الدولة كلها تبقى دولة رقمية والخدمات تؤدى الكترونيا وكذا وكذا. كل ما حضرتك بتزود استخدام التكنولوجيا كل ما المواطن بينعم برفاهية، ولكن كل ما مخاطر امن المعلومات طبعا. والامن السيبراني بتزيد. فعشان كده بقول احنا محتاجين نبص برؤيه كده هاديه. فكرتني بحادثه برضو اعتقد الذاكره مش خيناني، في المانيا كان حصل هجوم على واحده من قاعده بيانات البنوك تقريبا من سنتين ثلاثه. المانيا حدث السنه اللي فاتت يعني من الحاجات القويه في هذا الصدد تحديدا كان حدث رانسام وير اللي هو الفيروس اللي بيشفر بيانات ويطلب منك فديه لمفوع النووي الماني. يعني وحصل السنه اللي فاتت في يونيو 2017 محاوله برضو العبث منظومه التحكم في تشيرنوبل. تشيرنوبل احنا بالنسبه لنا طبعا كانت تشيرنوبل اشعاعيه، احنا فاهمين الموضوع انتهى، لكن مازال في انظمه رقابه للمفاعل ما زالت شغال والاخبار موثقه والناس تقدر تشوفها على الانترنت بعد الفقره. في يونيو 2017. طيب تمام استاذنك كم نقطه بس نروح للفصل طبعا نكمل النقطه دي ونفهم بقى انتوا اللي بتحاولوا تعملوه ايه من خلال المؤتمر ده. طبعا بعد الفصل نستكمل معاكم عن ايضا نقاشنا والمؤتمر الاول لامن وحمايه انظمه التحكم الصناعي وضمن مفهوم اوسع اللي هو حماية المعلومات والأمن السيبراني في مصر. بعد فاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية وبنرحب مرة تانية بالدكتور عادل عبد المنعم الخبير الدولي في مجال أمن المعلومات. وكانت أسمى بتسأل قبل الفاصل، طب وإحنا في ظل التوسع والاستثمارات الكبيرة خاصة في قطاع الطاقة والبنية التحتية، هل ممكن يكون عندنا من الخبراء أو عندنا مثلا استراتيجية لحماية برضو هذه البنية التحتية من الهجمات الإلكترونية وغيرها، ولا بنلجأ لبرة، ولا إيه اللي بيحصل في هذه الدول؟ خليني أقول لحضرتك إن الموضوع ده موضوع تأمين شبكات البنية التحتية الحرجة أو الكريتيكال انفراستراكشر بروتكشن. الموضوع ده هو موضوع يشغل العالم كل بالكامل، هو موضوع في معظم دول العالم من أكبرها إلى أصغرها بيدار بالمشاركة مع جهات الأمن القومي، لأن الموضوع مش موضوع تقني. يعني ده مش موضوع وزارة الاتصالات ولا وزارة الصناعة ولا وزارة البترول أو الكهرباء، ده أمن قومي لا جدال في ذلك. وبالتبعية في كل هيئات العالم يوجد مراكز تضم هيئات الأمن القومي لكل دولة للإشراف على هذا الموضوع كأحد أخطر النقاط التي تتعلق بالأمن القومي لأي دولة. مصر في ديسمبر 2014 صدر قرار رئيس الوزراء كان المهندس إبراهيم محلب في هذا الحين بإنشاء ما يسمى المجلس الأعلى للأمن السيبراني أو المجلس الأعلى لأمن البنى التحتية. ده الاسم الكبير بقى اللي مش مشهور لشبكات الاتصالات والمعلومات. المجلس الأعلى للأمن السيبراني هو زي ما قلت لحضرتك أنشئ بقرار رئيس الوزراء وبيضم كل الوزارات المعنية بهذا الأمر اللي هي فيما اتذكر الكهرباء والري والبترول والتموين عشان كان فيه الكروت الذكيه والدفاع طبعا هيئات الامن القومي للدفاع والداخليه والمخابرات العامه والحربيه. واتذكر فيما بعد تم ضم البنك المركزي المصري ومركز معاد مجلس الوزراء. التشكيل معلن يعني ما فيش حاجه سريه بالنسبه لتشكيل المجلس نفسه، هي كل الناس اللي معنيه بهذا الامر. المجلس طبعا المفروض بدا يعقد اجتماعات وبدأ يتحرك في حصر ما نطلق عليه الأصول الرقمية للدولة. ده اصطلاح جديد، الأصول الرقمية الديجيتال أسيتس. يعني أنا النهاردة عايز أعرف أنا عندي كام نظام تحكم صناعي، إيه أنواعهم، توزيعهم الجغرافي إيه، هل مثلا في حاجات في صيانة خارج الصيانة، في حاجات ممكن تكون أنظمتها أصبحت عتيقة ليس لها دعم فني، في حاجات لها دعم فني، إيه اللي أنت بتديره بالكامل، إيه اللي بيدار بشراكة أجنبية،
شركات البترول في شراكة مصرية أجنبية طبعاً. وبالتعبئة قد يكون الجانب الأجنبي بيدير شيء وحضرتك بتدير شيء أو إدارة مشتركة. موضوع معقد، موضوع ضخم جدا يعني. تمام. النقل بالمناسبة برضو داخل في البنية التحتية الحرجة. اوكي. وبناء عليه احنا كمصر عندنا هيئه دلوقتي مخصوصه على او متخصصه في هذا المجال. اللي حاصل حاليا زي ما قلت لحضرتك طبعا نظرا يعني ان الدوله يعني رقعتها الجغرافيه كبيره جدا وانظمه قديمه وما كانش في سيستم واضح كونسيستنت او نظام متصل يلملك الكلام ده، فانت النهارده بتحاول تلم كل حاجه عشان تبتدي تحط معايير جديده. اللي اقدر اكده لحضرتك وطبعا برضو يعني ايه المسؤولين يستطيعوا التحدث بشكل يعني يعني اوضح، ان في اهتمام بالغ من كل هيئات الامن القومي المصري بهذا الصدد، وان في تحركات على مستوى كبير جدا في كل الهيئات حتى بما فيها الوزارات اللي بتنفذ زي البترول والكهرباء لانشاء كوادر او ادارات متخصصه في هذا الشان. طيب نيجي بقى للسؤال، الجزء الاخير من السؤال اللي هو ما يتعلق به وجود كوادر مصريه. هو احنا عندنا نقطه ايجابيه ونقطه محتاجين نصلحها شويه او نشتغل عليها. النقطه الايجابيه هي ان احنا عندنا عناصر او شباب مصري واعد جدا جدا، وعايز اقول لحضرتك ان يمكن المعلومه قلتها اكتر من مره ان معظم الدول العربيه المحيطه بينا من اشقاء العرب انظمه المعلومات بتاعتهم او انظمه امن المعلومات او هيئات امن المعلومات يشغلها او احيانا يديرها مصريين، وده شيء نتشرف بيه تماما. اوكي. محققين مراكز، كان قريب في فريق مصري من شباب بعضهم لم يتجاوز ال 20 سنه خد مركز اول على مستوى العالم في مسابقه للهاكينج. اوكي. عندنا كوادر جيده جدا طبعا. ولكن هل حجم الكوادر دي، يعني خلينا نفرق ما بين ان عندي مثلا 10 ممتازين لكن انا محتاج 1000، فاحنا محتاجين برنامج قومي طموح جدا للتدريب. ايضا وزاره الاتصالات معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزاره الاتصالات بيدرب احيانا عشرات احيانا مئات من المتدربين، لكن خليني اقول لحضرتك احصائيه والكلام ده برضو موثق، يوجد عجز 2 مليون وظيفه على مستوى العالم في مجال امن المعلومات. يعني حتى الشباب اللي بيسمعنا وبيفكر يدور على حاجه تساعده في ايجاد وظيفه اذا كان هو ليه في هذا المجال، فامن المعلومات حاجه مهمه جدا في هذا. يبقى دارس ايه امن المعلومات ده؟ هو طبعا ممكن هندسه حسابات ومعلومات، ولكن في امن المعلومات الموضوع مفتوح، يعني من يستطيع تحصيل الماده العلميه او المعلومه يستعين ويشتغل في هذا الامر. ممكن يبقى خريجين كمبيوتر ساينس وبرده وجزء كبير جدا قطاع يمكن القطاع الاكبر قد لا تتصور ذلك، القطاع الاكبر هو اكاديميا مش متخصصين يعني قد يكونوا كليات نظريه وبيبرعوا في هذا الامر بشكل جيد جدا. ربما يكون في فروع بقى جبان العالم، لكن طبعا بنيجي في حاجه زي التحكم الصناعي دي محتاجه مهندسين، لان انت بتتكلم في انظمه ميكانيكا وكهرباء بالظبط كده بالظبط. بس بيحصل يعني تزاوج او ده بيشتغل مع برضو مع طبعا طبعا المحللين الامن المعلومات النهارده في مئات من الوظائف في مئات من الجوب تايتلز موجوده داخل هذا الاطار يعني. طيب في المؤتمر ده احنا شايفينه انتوا بتحاولوا تعملوا ايه او في مين اللي مشارك فيه المؤتمر؟ يعني المؤتمر طبعا زي ما فعلا حضراتكم تفضلتوا في التقرير، المؤتمر الاول من نوعه اللي يعني بيناقش هذه القضيه. الجهات المشاركه هي الاسامي اللي قلت لحضرتك عليها زي وزاره الكهرباء والري والبترول وغيرهم، وايضا بعض الجهات الامن القومي المشرفه على هذه البنيه التحتيه، مشاركه عدد من الخبراء الاجانب لعرض احدث انواع الاختراقات اللي وصل ليها الهاكرز واحدث اساليب التامين واللي بنسميها البيست براكتس او افضل الممارسات الخاصه بمجال التامين. ده اللي تم عرضه خلال خبراء مصريين واجانب. كان انا شرفت بالمشاركه في المؤتمر ولكن بصفه مختلفه شويه كخبير بالمركز العربي الاقليمي للامن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات. ولكن هي في النهايه المشاركه كانت جيده جدا ان نعمل مؤتمر متخصص. احنا عاده بنعمل مؤتمرات في امن المعلومات في مصر ويبقى فيها كلام كتير، وده موضوع من ضمن مثلا 10 موضوعات بيطرحوا، لكن انك تعمل موضوع على مدار يومين، مؤتمر لسه بيكمل النهارده مخصص، وتعرض نماذج حيه وتعرض ديموز وتتكلم في تقنيات وحلول ورك شوبس مثلا للشباب بالظبط. هو ده شغال دلوقتي انا مع حضرتك يعني جاهل جدا، تدريب ناس وتدريب برضه كوادر. وبالتبعيه كان اليوم الاول من المؤتمر بشكل كبير بيركز على الاستراتيجيات وبيخاطب القيادات وصانع القرار لعرض هيكليه المخاطر والحلول المقترحه، واليوم الثاني اللي هو النهارده هو فعلا بيميل اكتر الى ان هو ورشه عمل وحضروا المتخصصين التقنيين من الهيئات المشاركه.
طب مصر قدامها قد ايه علشان يكون عندها هذا النظام الحديث وان هي تكون يعني امورها الحيويه الحساسه جدا زي ما حضرتك ذكرت النقل البترول الضخ المياه يعني البنيه التحتيه الحرجه زي ما بيقول كريتيكال قدامنا قد ايه علشان نكون احنا مطبقين؟ هو انا دائما ما بكون متحفظ ان انا اتكلم باسم جهه، ده من باب يعني ايه احترامي لنفسي وللجهه، ولكن خليني اقول لحضرتك على حاجه. تصوري كمتخصص يعني ده رؤيه شخصيه ان احنا ممكن مثلا في خلال سنتين يبقى عندنا طفره في هذا الامر. بالمناسبه الموضوع مش اختياري ولا الموضوع ان احنا هنكسر الدنيا، لان الموضوع ان العالم كله سودان حضرتك حل من الاثنين، يا تتفاعلي عاجلا جدا مع المشكله يا اما هتبقي عرضه لكارثه قوميه لا قدر الله. فالموضوع محتاج تحرك عاجل جدا وهذا ما يحدث بالفعل. يعني بقول لحضرتك اللي اقدر اكده لك كمتخصص وكشخص بيشارك في مؤتمرات او بعض اللجان القوميه المتخصصه، لا في حراك شديد في هذا الامر. وبدون مبالغه برضو خروج من الموضوع بتاعنا، الموضوع حتى ما دون مؤسسه الرئاسه نفسها ان يعني عينهم على الامر ده، وبالتالي في رؤيه قوميه لمحاوله التامين في القريب العاجل جدا. يعني صحح لي المعلومه دي، يعني انا يمكن قريت انه جزء برضو من اعتماد العالم على فرض امن السيبراني دلوقتي انه الشركات الناشئه او الستارت ابس اللي هي النيو تكنولوجيز بتاعت الشباب هم اللي بداوا يتطوروا ويوصلوا يمكن لامور جديده. احنا ما عندناش الحته دي قوي لسه في مصر، صح؟ في لا على العكس، يعني حضرتك ذكرت برضو حته كويسه جدا. الجزء الخاص بالشركات الناشئه والشركات اللي هي المايكرو ايكونومي، حاجه ممكن تشارك فيها اثنين وثلاثه والكلام ده، بيبيعوا سيستمز بعد كده وحاجات يعني مش سيستمز بقى، في تخصصات في امن المعلومات اللي هي التخصصات الخدميه. يعني انت مش لازم تكون بيبيع منتج، لكن لو انا جبت مثلا خمسه من الشباب مهندسين متميزين جدا بيعملوا حاجه اسمها تحليل برمجيات خبيثه مالوير اناليسز، يعني حضرتك تجيب برنامج انت عايز تطمن هو البرنامج ده امن ولا في كود داخل البرنامج بيسرق منك معلومه او يتيح لمخترق انه يخش عليك او حتى للشركه المنتجه انها تطلع على بياناتك وانت ما تعرفش. تمام، هنا خدمه. فبالتبعي لو في شباب فعلا نابغ في هذا المجال يقدر يقدم خدمات، وده فعلا ابتدى يبقى حاصل الفتره الاخيره. نورتنا دكتور، نورتنا فعلا، نورت عليك. يعني انا من وانا احنا بنقرا الفقره كده الموضوع كان باين ان هو عارف حساس جدا وكومبليكيتد، يعني كان لازم يبقى الشرح يعني زي ما حضرتك تفضلت كده كان بسيط وفهمنا تقريبا يعني اهميه المرحله اللي جايه اللي لازم نحافظ عليها كمان، ان هي تامين البنيه التحتيه في معلومات انظمه التحكم الصناعي في المؤسسات الصناعيه. نورتنا دكتور عادل عبد المنعم الخبير الدولي لامن المعلومات. انا اتشرفت بحضراتكم ودايما سعيد. نورتنا، تسلم. بعد الفاصل سمبوزيوم مصر الدولي للنحل في اكتوبر المقبل.